للرياضة في كل بلدان العالم مكانة شديدة الأهمية بالنظر إلى ما تمثله من قيم النجاح والتفوق والتميز في إطار التنافس الشريف، غير أنها في بلادنا تنحى منحا مختلفا ينبع من التعصب والتنافر ويصب في التناحر الذي ربما يصل أحيانا إلى إزهاق الأرواح. عن أخلاق الرياضة يسأل الجميع ويلقي كل بالمسؤولية على سواه دون أن ينظر إلى دوره المتعمد أو غير المتعمد في إذكاء نار التعصب وغياب ثقافة التواضع عند الفوز والابتسام عند الهزيمة، لتتحول ملاعب الرياضة إلى ميادين للمعارك الدامية. وبعيداً عن الصراعات الطاحنة بين المتنافسين، يلعب المال الرياضي الذي يمثل الإعلام وكيله الحصري على وتر التعصب، ولا يعنيه كم من الدماء البريئة يسيل بقدر ما يعنيه زيادة رصيده البنكي، حتى بات البحث عن إعلامي يتحلى بأخلاق الرياضة أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. الأكثر غرابة في حال الرياضة المصرية أن الألعاب الأقل جماهيرية تحقق إقليمياً ودولياً نتائج مشرفة تصل بأصحابها ومعهم أعلام بلادهم إلى منصات التتويج، في حين تقف الجماهيرية المشحونة بالتعصب حجر عثرة في طريق أي إنجاز رياضي لتصبح تطبيقاً عملياً لمثل شعبي يقال في مطلعه الجنازة حرة.